تركونا لحالنا نحن أنه أنتم تحملوا المسؤولية لحالكم، لأنه هذا واجب عليكم القتال. حزب الله نعم بالمفهوم التركيبي تبعه لا، ليس لبناني حزب الله. حزب الله يحمل هوية لبنانية باعتباره لبناني، لكنه بالأدلج تبعه هو فصيل من فصائل النظام الإيراني، وليس. والدليل على ذلك كلام وزير الخارجية الأخير، يعني هلأ برجع له الكلام. ولكن أن نقول أنه حق الجماعات المسلحة أو سميها محور المقاومة، سميها المحور اللي بدك إياه، لأنه هل الآن التسمية ما عاد إلى اعتبار وقيمة أمام هول المصاب اللي نحن فيه. السؤال الأبرز اللي هو قد يكون إجابة عن كثير من الأسئلة، إذا كانت إيران تريد بالضغط اللي عم تمارسه الآن بالحد الأدنى مثل ما تفضل الأستاذ أمير، أن تقول للدول العربية بالحد الأدنى مطلوب منكم الحياد، وأن المقاومة أو محور المقاومة يجب أن يكون عم يلعب دور المواجهة مع الكيان الإسرائيلي. عندي سؤال كتير واضح وأتمنى أني أحصل على جواب عليه. يا سيد الكريم، لماذا لا تدعم إيران إلا محاور الدويلات التي تهدم الدولة؟ في لبنان الدويلة على حساب الدولة، وفي فلسطين الدويلة على حساب الدولة، وفي اليمن الدويلة على حساب الدولة، وفي العراق دويلات على حساب الدولة وإلى ذلك. ولماذا لا تتبرع إيران بأن تخوض المعركة مباشرة مع الكيان الإسرائيلي وتوفر علينا نحن الضعفاء في هذه المنطقة عدديا هذا الكم الهائل من القتلى والمشردين والمهجرين؟ نعم إذا فتحنا الباب إلى شارع من شوارع طهران بيبتلعونا كلنا، من العراق إلى عدديا عم بحكي للشيعة الموجودين بالمنطقة بيبلعونا بلا شارع واحد. لماذا؟ أنا رح أقول لك لماذا، وبتمنى كمان أسمع إجابة الضيف كمان. نعم ومرق كلمة الأستاذ أمير، هو يتحدث بصدق، يعني هو يتحدث صادقا في هذه النقطة عندما أتى إلى موضوع استجلاب موضوع الملف النووي إلى الطاولة، وما كانش مطروح بالنقاش منذ قليل. صح، لأنه إيران كل هذا الدعم الذي تقدمه، كل هذا الذي تراه الآن، كل هذه القيادة المحورية وربط النزاعات والساحات يهدف إلى أمر واحد، وهو تقوية أوراق المفاوضات القائمة مع واشنطن. هذا ثبت بالدليل القاطع أن إيران آخر همها قديش رح يموت من الشيعة بلبنان، ومين رح يموت بلبنان، وكيف رح ينهدد الهيكل على رأسنا بلبنان وبالمنطقة. ومع كل هذا كان كلام السيد الخامنئي واضح، بالنسبة للإيرانيين التراجع التكتيكي أمام العدو جائز وواجب يمكن، أما نحن عنا في لبنان خاطبنا الأسبوع الماضي ليقول لنا على اللبنانيين أن يستكملوا المواجهة مع الإسرائيلي، والإيراني قاعد بواشنطن. تارة الرئيس الإيراني يقول نحن والأمريكيون إخوة، غزل رهيب على حساب الدم. والنقطة الثانية، نحن على اطلاع أيضا بمسار المفاوضات مع الأمريكيين، وهن عم يبحثوا عن ثلاث نقاط: استرجاع الأموال المحاصرة المصادرة، حماية المشروع النووي، ورفع العقوبات. هودي الثلاثة ما استحضر عندهم بالمفاوضات أي شيء آخر. طبعا في بعض الأمور الجزئية مثل المحاصصة وين بياخذوا حصتهم بتكون أقوى وين أضعف، نعم، أما أنه نحن أن نعتقد بعد الآن أن إيران تخوض محور ما يسمى الممانعة والمقاومة لأنهم يريدون كما قال الإمام الخميني في فتاويه السابقة إزالة إسرائيل من الوجود، هذه أكبر خدعة كنا نعيشها نحن الشيعة قبل غيرنا من العرب واللبنانيين. قادونا إلى هذه المواجهة الدامية وتركونا لحالنا نحن، أنه أنتم تحملوا المسؤولية لحالكم، لأنه هذا واجب عليكم القتال. ما بدي، أنا عندي كلمة أؤمن بها: اللي بده يأكل من ميل السلطان بده يضرب بسيفه.